السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير في احسن الاحوال يا رب العالمين. نلقاكم دائما بصحة جيدة. معكم حنان فلوغ، اليوم بفيديو جديد. كيف ما كتشوفوا انا دخلت لواحد لاباتيسري باش ناخد واحد الكاطو لعيد الميلاد ديال الزوج ديالي. المهم داكشي بسيط خفيف ظريف زوين، الواحد غير لو جيست وصافي، ماشي شي حاجه اللي هي كثيره. المهم انا مشيت كنشوف هنايا هاد لي كاب كيك وهاد الشيء هذا باش نزوق الطبيله. مشيت كنشوف الصابلي، المهم خديت في الاخير غير حليوه ديال باتيسري عاديه موسو شوكولا. هنايا كنشوف الصابلي، كعب الغزال، الكحك، هادشي ديال اللوز. هنايا هذا كامل اللوز اللي في هاد الفيترين. هادي غريبة ديال السكر كلاصي، تاهي كتكون زوينة. المهم الصراحة عندهم هادشي غزال هنايا، عجبني في باتيسري. كاين في المدينة الناس ديال الرباط غيكونوا عارفين باب الحد، حدا في باب البيبة تقريبا الناس غيكونوا عارفين، حيت كاين تما واحد السبيطار تيسميوه سبيطار البيبة، ومعروفة باب البيبة يعني مع الدخلة كاينة تما على يديكم ديال اليمين. هاد المخبزة هادي رسميتها مخبزة البيبة، هي اصلا مسمينة البيبة. المهم صراحة عندهم داكشي زوين ونقي، وحتى الاثمنة مناسبة، يعني الصابلي 70 درهم. اللوز صراحة ما سولتهمش شحال داير. المهم اثمنة زوينين، فحال هكا دوك لي كاب كيك صغار كيديروا لهم 4 دراهم 5 دراهم. المهم اثمنة مناسبة بزاف بزاف. المهم نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، خليكم معايا حتى الاخر ديال لا فيديو، تشوفوني شنو خديت ليه في الكادو، كيفاش وجدت الطبيله ديالي. داكشي خفيف وظريف وسهل، ما نكثرش عليكم الهضره. المهم بقاو حتى الاخر ان شاء الله، ونشوفوا الاخر ديال لا فيديو. تهلاو في راسكم، مع السلامه.
انا سعيد.